عدنا صاحبات السيوف وصاحبات الكؤوس وهي تشاركنا في هذا العالم الجميل ما قبل ختاميات هذا الموسم، وترقب العيون وترقب المشاهدين دائما للأفضل والأحسن دائما في كل المشاركات. هنا هذبة، هنا مزايا، هنا الوارية، هنا ضوء، هنا كل الأسماء ملهمة، كل الأسماء التي حضرت في المواسم الماضية وسجلت لنفسها حضور أتتنا في هذا المساء. أهلا وسهلا بالجميع، نسير بحضراتكم إلى هذا الشوط السابع المخصص للحول المحليات الأصايل، ونسير مباشرة إلى المركز الأول وإلى المقدمة. وهنا في اللحظات الأولى تتقدم على اللقاء غشمرة إلى المركز الأول في هذه اللحظة لهجن العاصفة، حيث سارت وتقدمت ونادت إلى صدارة هذا الشوط لهجن العاصفة مع الواثق حمد بن راشد بن غدير، تتقدم إلى المركز الأول والمركز الثاني. مياسة متواجدة في المركز الثاني، تعود الملكية لسمو الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد بن سعيد آل مكتوم. عملية التضمير ياتي عتيج بن علي بن خفية الاجتبي من يراقبها في عملية التضمير والتدريب. أما المركز الثالث هنا في هذه اللحظات تصل روعة لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، وياتي في التضمير أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي الجنتلمان، حيث حقق 4 نقاط في هذا المساء مع قمة القمم والقمم الأسماء العملاقة التي تشارك. بينما المركز الرابع نسير ونتابع رشيدة من احتلت المركز الرابع أيها الحبل الكريم لسمو الشيخ زايد بن المربى مكتوم المكتوم. عملية التضمير والتدريب تعود إلى المضمر حمد بن علي العويسي. والمركز الخامس نقلة إلى المركز الخامس إلى شواهين شعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر علي بن راشد بن حمد بن غدير. والمركز السادس في هذه الانتقالة هنا تتواجد الشايبة لسمو الشيخ محمد بن المربى مكتوم المكتوم، وياتي سعيد بن سالم الينيبي في عملية التضمير والتدريب حاملا تحديات هذا اللقاء بكل قوة. أما المركز السابع ننتقل مباشرة إلى أصفهان، من تحتل المركز السابع لهجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير. بينما المركز الثامن وصول من قبل غناضة لهجن العاصفة. هنا غناضة تتواجد في هذا الموقع لهجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير. تاسعا هناك من الجانب الآخر بشاير تحتل المركز التاسع لسمو الشيخ راشد الحمدان بن راشد المكتوم، ومسري بن سالم بالعرطي الحميري في التضمير. بينما المركز العاشر هنا أيها الحبل الكريم جمايل، تعود الملكية لسمو الشيخ أحمد بن مكتوم المكتوم المضمر سلطان بن سيف المقبالي. هكذا أيها الحبل الكريم مشاهدينا الأعزاء لهذه الانطلاقات وهذه التحديات. نسير أيها الحبل الكريم ونعود من جديد إلى تطلعات هذا الشوط القوية والحساسة، عودة إلى مسار الشوط بعد أن انطلقت التحديات وانطلقت الأسماء القوية. نعود إلى المركز الأول ونعود إلى مسار المحليات الأصايل، حيث البداية الأولى وحيث التحدي مشاهدينا الكرام. لا زالت غشمرة على المركز الأول، ما عندها غشمرة أبدا، تسير وتنتقل مباشرة إلى صدارة هذا الشوط بقوة التحدي لهجن العاصفة ومع المضمر الواثق حمد بن راشد بن غدير، من يستفتح المسار نحو هذا الشوط بقيادة غشمرة. بينما المركز الثاني هناك محاولات من مياسة لسمو الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد بن سعيد المكتوم، وياتي عتيج بن خفية في عملية التضمير. إذن ينطلق إلى المركز الثاني يسير ويبحر ويبحث كذلك عن ناموس مستحق تقدمها في هذا الأداء وهذه المناسبة السعيدة مياسة. بينما المركز الثالث تصل فيه روعة لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، وعملية التضمير والتدريب تعود إلى المضمر أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي صاحب نقاط هذا المساء حتى هذه اللحظات، ونصيب الأسد في انطلاق
مسابقاته هذه الفترة المسائية. المركز الرابع هناك الشايبة لسمو الشيخ محمد بن المربى مكتوم المكتوم، وفي التضمير والتدريب سعيد بن سالم الينيبي، بينما المركز الخامس وصلت إلى الرشيدة لسمو الشيخ زايد بن المربى مكتوم المكتوم المضمر حمد بن علي العويسي. والمركز السادس نقل إلى المركز السادس، هذه اللي تدخلت في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام وزيرة ولكن هاي بشاير لسمو الشيخ راشد حمدان راشد المكتوب المضمر مسري بن سالم بالعرطي الحميري في المركز السادس، بينما المركز السابع أصفهان تعود الملكية لجنة العاصفة التضمير لدى الواثق حمد بن راشد بن غدير. والمركز الثامن نشوف ونشاهد شواهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوب المضمر علي بن راشد بن غدير. المركز التاسع وصلت غرناط، احتلت المركز التاسع لهجنة العاصفة المضمر حمد بن راشد بن غدير. والمركز العاشر هناك غناضة لهجنة العاصفة، بينما في عملية تضمير الواثق حمد بن راشد بن غدير. هكذا هي النتيجة أيها الحفل الكريم مشاهدينا الأعزاء. أعود من جديد إذا مشاهدينا الكرام بحضراتكم في هذا الشوط، ولكن لا زالت البداية لا زالت على المركز الأول. هناك من خلال هذه اللحظات تقود هذه الأسماء غشمرة ثقيلة، بالفعل غشمرة ثقيلة يا أبو سلطان، تسير إلى المركز الأول باحثة عن انتصار وتسجيل التحديات الكبيرة في هذا المسار المسائي، بينما تعود الملكية لهجنة العاصفة والتضمير لدى الواثق حمد بن راشد بن غدير. المركز الثاني مياسة لا زالت تحاول اسمه الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد بن سعيد المكتوم، ياتي هنا في التضمير عتيج بن علي بن خفية في عملية تضميرها وتدريبها، روعة في المركز الثالث، روعة المنظر وروعة التحدي مع روعة لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان. عملية التضمير أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي، ها هي ثلاثية على هذا المسار وفي هذا الكادر الأول، بينما يسير الكادر بقوة الأسماء القوية والعملاقة 8 كيلومترات، جهد كبير وأداء مميز، ولكن في النهاية تحدي وأسماء تسير وتطير إلى قمة التحديات، بينما بشاير في المركز الرابع لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم ومسري بن سالم بالعرطي الحميري في عملية التضمير والتدريب. المركز الخامس نصل إلى أصفهان، من تحتل المركز الخامس لهجن العاصفة انطلقت في هذه اللحظة إلى المركز الخامس، يضمرها الواثق حمد بن راشد بن غدير. المركز السادس هناك تتواجد رشيد لسمو الشيخ زايد بن المربى مكتوم المكتوم حمد بن علي العويسي في عملية التضمير والتدريب. والمركز السابع ها هي اللي وصلت أيها الحفل الكريم، غرناطة احتلت المركز السابع الآن، ها هي مشاهدينا الأعزاء غرناطة تحتل المركز السابع لهجن العاصفة التضمير لدى حمد بن راشد بن غدير. المركز الثامن الشايب اسمه الشيخ محمد بن المربى مكتوم المكتوم المضمر سعيد بن سالم لينيبي. الله يا معركة المحليات الأصايل في مسار هذا الشوط بقوتها واندفاعتها في كل الأحوال ولكن هناك لا تزال تحديات الشوط حتى هذه اللحظات مشاهدينا الكرام. الكل ينتظر، المضمرين يتابعون أين الانطلاقة ومتى ستحين ساعة الانطلاق وساعات البدء كذلك في إعطاء الأوامر. مياسة الآن غيرت تتويج الشوط وانتزعت المركز الأول وسيطرت على البداية الأولى، ها هي مياسة اسمه الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد المكتوم تستفتح بوابة العبور للاثنين كيلومتر الأخيرة، وعتيج بن علي بن خفية في عملية التضمير. يلا يا بن خفية ما عندك تخفيه، قدم الأمام وقدم مياس إلى مسار الشوط. المركز الثاني روعة لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان والمضمر أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي، حيث تقدم حيث سار في هذا اللقاء غشمرة تحتل المركز الثالث لهجن العاصفة مع الواثق حمد بن راشد بن غدير. ها هي الأسماء حتى
هذه اللحظات مشاهدينا الكرام أسماؤنا القادمة والأسماء الحاضرة الحاضرة في تحديات الشوط. أما المركز الرابع تواجدت الآن غرناطة لهجن العاصفة مع الواثق حمد بن راشد بن غدير. أصفهان تليها في المركز الخامس لهجن العاصفة. ولكن نعود إلى البداية، نعود إلى بداية الشوط، خماسية حتى اللحظة، خماسية بالماسية بالفعل، ولكنها تنافسية حتى خط النهاية. نشوف المركز الأول من يحاور على المركز الأول، محاورة الشعراء الكبار، ولكن المضمرين العمالقة، المضمرين الفطاحلة. نشوف بين الخبرة والشباب، بين التحدي مشاهدين الكرام في مسار الأشواط. لا زالت مياسة مسيطرة، 1200 على خط النهاية ولا زالت مسيطرة من الجانب الآخر. هناك الله يتسلل، روعة 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 لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، انطلقت إلى المركز الأول. ولكن نشوف المركز الثاني مياسة لسمو الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، ولكن غرناطة واصلة، غرناطة واصلة واحتلت المركز الثالث في هذه اللحظة لهجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير. بينما المركز الأول، الله يا روعة، وصلت روعة، راحت روعة، ذهبت روعة إلى ناموس لتضيف الإنجاز الخامس لهذا الشعار، شعار سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، لتتقدم هذه الأسماء بقوة التحدي وقوة المسارات بقيادة المضمر أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي. لكن مياسة عندها كلام آخر، مياسة تبغي تتكلم من خلال هذه اللحظات بالناموس والرقم واحد. إنها مياسة لسمو الشيخ محمد، اسمه الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد بن سعيد المكتوم، تكلمت، سارت وذهبت مياسة. الله يا مياسة، السلالة الصغانية انطلقت في هذه اللحظة لسمو الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد المكتوم، وياتي عتيج بن خفية في عملية التضمير. ها هو ما يخفيه بن عتيج بن خفية، بان في هذه اللحظة، بان واستبان الأمر مع وجود مياسة على المركز الأول، المحك الحقيقي للانطلاقات. ومياسة سارت إلى صدارة هذا الشوط لسمو الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد بن سعيد آل مكتوم. تهانينا والناموس على هذا الانتصار الكبير والانتصار المميز، هذه لحظات الوصول الأخيرة. تهانينا والناموس على هذا الفوز، كذلك إلى المضمر عتيج بن خفية على الانطلاق. المركز الثاني روح لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان. المركز الثالث غرناطة لهجن العاصفة احتلت المركز الثالث. مشاهدين الكرام، المركز الرابع لحظات الوصول من أصفهان لهجن العاصفة، والمركز الخامس بشاهد اسمه الشيخ راشد وحمدان بن راشد المكتوم احتلت المركز الخامس. هكذا أيها الحبل الكريم مشاهدينا الأعزاء كانت نتيجة هذا الشوط. التوقيت الزمني 12 دقيقة 37 ثانية، جزئين من الثانية. هجن لاسمه الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد بن سعيد مكتوم، تهانينا والناموس، والتهنئة لعتيج بن علي بن خفية الاجتبي. المركز الثاني كانت روعة لاسمه الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، 12 دقيقة 37 ثانية، أربعة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لاسمه الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ولأحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي. والمركز الثالث كانت غرناطة لهجن العاصفة في هذا اللقاء احتلت المركز الثالث. تهانينا والناموس كذلك للمضمر الواثق حمد بن مغدير، 12 دقيقة 38 ثانية وخمسة أجزاء من الثانية هو التوقيت الزمني الذي قدمته في المركز الثالث. التواصل إلى الحفل الكريم مشاهدينا الأعزاء في الانطلاقات المسائية مستمرا حتى هذه اللحظات، والاستمرار